يوسف عنده انذار، واحمد راشد من جانب الواحد عنده انذار. خطيره خطيره جدا، خطيره عند الخطير اوليفييرا ولد لعيب على الباصه، جميله جدا، هدف عالمي. ولد الله على ديبا وجماله، الله على ديبا وفنه الجميل، الله الله الله. فرقه كوره، فرقه جميله جميله جميله. رقص يا رجل رقص، الراجل سعيد ومبسوط وفرحان لان ديبا بيون تاتش بنقلتين في منتهى الجمال يسجل هدف جميل في مرمى العنابي. يفرح الكبير ويفرح الصغير، هدف في مرمى العنابي في مرمى الوحده. موضوع تاني يا ابو الجنادير، جندير يسجل هدف جميل جدا في مرمى فريق. انما شوف النقله بتاعت مين، بتاعت اوليفييرا. هل في تشاي في شك في سايت ام لا؟ شوف الكره في الاعاده، شوف التاتش ده، بص اللمسه دي. يا ولد يا ولد، باع نفسه، باع نفسه احمد راشد وسلم نفسه تسليم بدري قوي. احمد راشد احمد راشد كان ممكن ياجل او كان ممكن يضم لجوه، لكن باصه وان تاتش، لمسه ولعبه جميله. الله على اوليفييرا، عدى الكره ما بين احمد راشد، يسجل على طول فريق نادي ديبا هدف جميل. صراعه الفارو اوليفييرا والهدف الجميل بتاع اللاعب جندير. كباتن في الاستوديو التحليلي حذروا من الكلام ده، الكباتن في الاستوديو التحليلي حذروا من هذا الكلام. وديبا الفجيره يفرح الكبير والصغير. التسديده الحلوه الجميله، ولد كاد بيدرو ان يعود. يدي وقت محتسب بدل ضايع على الوقت الضايع، حقه مشروع بالنسبه له يقدره، لكن لم يعلن عنه. خطيره جدا عرضيه، هوب راسيه خطيره، تعادل. يا الله على الوحده، الله على عنابي، جول تاريخي تاريخي يعود العنابي. فرقه كبيره، الكبير 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 وحسن العبدولي. يا الله، دراما 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 دراما. 97 دقيقة وهو ده أكتر واحد النهارده فرحان في الدنيا كلها، هذا المشجع اللي كان من لحظات بسيطة. شوف 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 هنا تحول، تحول غير طبيعي. لكن الوحدة فريق رهيب، الوحدة فريق عنده إصرار، في الوحدة فريق عنده قتال. الفريق الجميل هنا يتعادل عن طريق علاء الدين زهير، لاعب اللي دخل في الهاف تايم الثاني، يعود بالفريق العنابي وهو ب 10 لعيبة في نقطة غالية جدا جدا بالنسبة لنادي الوحدة برغم نسبة الاستحواذ العالية. لكن برافو برافو برافو، فريق كبير جدا فريق نادي ديبا، وإصرار لاعبي نادي الوحدة يعود بيهم في أحلى توقيت في عمر المباراة.